دخلك وشلون مات ابو تيسير؟ يا حسرتي عليه، عسعس بالمرض كثير، وبعدين راح لرحمه ربه، هيك نصيبه، شو بده يعمل؟ ليلي انت شلونك انت وجوزك؟ ماشي الحال. شلون يعني ماشي الحال؟ طمنيني، والله قلبي عندك من يوم العرس. الله لا يشغل لك بال ولا يفور لك قلبك، تفضلي هي القهوه. يسلموا ايديكي، بس ما عم بفهم عليكي، لك اختي قولي لي ليكون الحال لسا من بعضه. يعني قامتي عليكي، شايفه في بيت امك حكي كثير، احكي فضفضي ارتاحي.